السياحة بلبنان معيدة، عم تتنفس الصعداء بشوي من الهواء الفريش والدولار الفريش بعد ركود سياسي اقتصادي كوروني. فشاهدنا بالأيام القليلة شوي من الدفى بحركة الأشغال رغم برد صقيع الجو. فقد ايه بلغت نسبة الأشغال بالمطاعم؟ وهل رح ينقذ المغتربين ما أفسدوا الحكام؟ نسبة الأشغال لغاية امبارح السبت لا تتعدى 40% على مستوى لبنان. عم نحكي التوقعات انه تحسن باليومين يعني باخر يومين قبل العيد، لانه في الكثير من اللبنانيين بيحجزوا اخر لحظه. طبعا نعول على اللبناني اللي عم يجي من المنطقه العربيه ومن افريقيا، كونه بيحمل عمله صعبه وكونه اسعار لبنان بعدها كثير رخيصه. ما في حركه خليجيه واوروبيه نحو البلد، يعني ما في حدا، ما شفنا حدا بعد، ومعدومه تقريبا. طبعا الأخوة العرب من مصر والأردن والعراق بعد ما بينوا الأيام الأعياد معدودة كتير، يعني نحن هذا موضوع إثبات وجود بالنسبة للمؤسسات المطعمية ولمحلات السهر، لأنه بعد 3 شهر بطل في حدا منهم. كل عمره البلد بينتكل على اللبناني المقيم، يعني 80% كان على اللبناني المقيم. بس المؤسف انه اللبناني المقيم اليوم ما عنده قدره شرائيه، عنده مشاكل كثير يعني النفسيه والاجتماعيه والصحيه وتدني يعني قيمه الليره. هل صحيح انه تسعيره بالدولار الفريش واصحاب المطاعم صاروا مثل الصرافين؟ كثير من اللبنانيين اللي عم يجوا من الدول العربيه ومن برا هن عم يحددوا قد ايه بدفعوا الضرر، فهيدي بتصير بين صاحب المؤسسه والزبون. بس مبدئيا كل الاسعار بالليره اللبنانيه، مع العمل علم انه المؤسسات عندها عبء كتير كبير، يعني هو موضوع المازوت والغاز وبتشتري المي وبتشتري كل شيء وعلى سعر الدولار الفريش. لبنان بيلبق له العيد مثل ما كان على 1005 كمان على 27000.